ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. المرحلة اللي عم تمر فيها سوريا هي من أسوأ المراحل اللي مرت فيها البلد اقتصادياً، وبهالوضع الاقتصادي الصعب خلونا نعمل نظرة على ثروة أشهر وأبرز شخصية اقتصادية بسوريا، رامي مخلوف ابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، ونفكر من أين لك هذا؟ بحسب تقرير نشرته مجلة فوربس للأغنياء العالم، ويلي بتستند بأرقامه ومعلوماتها لمعلومات دقيقة من المصارف الدولية والشركات العالمية وكل الأموال التجارية، وصلت ثروة رامي مخلوف ل 27 مليار دولار. هالثروة تجمعت خلال 17 سنة. مين بيصدق؟ 27 مليار دولار ب 17 سنة بس. والسؤال كيف ومن وين تجمعت هالثروة؟ رح أترككم لكم الجواب مستمعينا، بس رح نحاول بهالحلقة نعرض قائمة بعض شركات رامي مخلوف، ويلي بحسب بعض الإحصائيات تبلغ 31 شركة. أكبرها شركة سيريتيل، ويلي إله فيها رامي مخلوف 80% من الأسهم، قيمتها 48 مليار و240 مليون ليرة سوري. بنهاية سنة 2010، وبشركة شام القابضة اللي هي من أكبر الشركات القابضة بسوريا، حصلت مخلوف بتبلغ 9 مليارات و125 مليون ليرة سوري. ببنك سوريا الدولي الإسلامي حصلت مخلوف بنهاية 2009 كانت 141 مليون ونص ليرة سوري. ببنك بيبلوس ثروته هي أكثر من نص مليار ليرة سوري. وبشركة العقيلة للتأمين التكافلي حصته 4.92% من رأس المال الشركة، يعني 173 مليون ليرة سوري. وبشركة نور المختصة بصناعة وتوزيع الألبسة 100 مليون ليرة سوري. وبشركة الكورنيش السياحية 150 مليون ليرة سوري. وباقي الملايين موزعة على الشركة الإسلامية للخدمات المالية، شركة جلف سانديز البريطانية للبترول، شركة شام كابيتال للوساطة المالية، شركة صروح العقارية، شركة فاتكس للتجارة وتصنيع الأدوية، شركة الفجر العقارية، راديو وتلفزيون نينار، شركة البتراء للعقارات، شركة المدائن السياحية، وشركة الحدائق، بنيان الشام، RAC الدولية للعقارات، مدرسة شويفات، شركة الالتي للشرق الأوسط للحديد والتغليف بالزنك، بنك البركة سوريا، بنك قطر الوطني سوريا، بنك الشام الإسلامي، بنك الأردن سوريا، شركة STS لبيع خطوط شركة سيريتيل، شركة بروميديا الإعلانية، الشركة الدولية الزراعية، شركة حسين مخلوف وشريكه، رامك الإنشائية للبناء والإنشاءات، شركة لاما للأساس المكتبي والمنزلي، شركة آي تيك للمعلوماتية، جريدة الوطن. بالإضافة لهذا كله، رامي مخلوف مستثمر ومحتكر السوق الحرة بسوريا بفروعه بمطار حلب ودمشق ومينائي اللاذقية وطرطوس وحدود باب الهوى والجديدة ودرعا، وما في مستثمر غيره بيقدر يدخل بهذا المجال، بالإضافة لامتلاكه ل 80% من أسطول جزيرة أرواد السورية، وهو أكبر أسطول بالمنطقة لصيد السمك. هي كانت باختصار أبرز الشركات والاستثمارات لرامي مخلوف، منا ملكه بشكل كامل ومنا مستثمر فيها بأسهم. ومثل ما سمعتوا، ما في مجال صناعي ولا تجاري ولا زراعي ولا خدمي إلا وفي لرامي مخلوف استثمار فيه. بس بيضل السؤال المهم، إنه كيف ب 17 سنة بس قدر رامي مخلوف يجمع كل هالثروة ويدخل قائمة أغنى أغنياء العالم؟ فمنقول له من أين لك هذا؟ ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.